نورتنا يا خالي، نشوفك تاني. شكرا يا سلام. ابعت اللي بتبعت. بص بص يا سي منصور. يا سلام، كنت بطة. بطينا. بطينا. السلام عليكم. السلام ورحمة من ربنا. أموري؟ عاوزة رز. قد إيه؟ شوال؟ لا شوال إيه؟ قول كيلة. وعايزة عدس وفول وقمح. اعتبري كل طلباتك مجابة. نبعتها فين؟ يا واد يا سلامة، واد يا سلامة، تعالى يا واد. فرلي يا سي منصور. اجري يلا، نجر حتى عصير للست. حمامي. اجري. كتر خيرك. الحلوة جوزها اسمه ايه؟ انا مش متجوزة. ام رجال عميو. اصلي لسه صغيرة. ده من حسن حظي بس، وعشان أمي دعيالي. أصل أنا كمان مش متجوز. ليه؟ لسه صغير؟ حلو. لا لا بس يعني أصلي مش لاقي عروسة حلوة. وديك لقيت، هتعمل إيه بقى؟ أنا هعمل. إديني بس يومين اتنين وانا حاجة اخبط على باب بيتكم. انت قلت لي بقى عنوانكم يا حلوة. السلام عليكم. 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 باشا لما سرق البلد وبلعها في كرشه هو واللي حواليه ضيعنا. حتى الفلاح اللي قاعد بيزرع في حته ارض قد كده ما بيطولش من زرعته حاجه. اضربه بقى، احنا ما عندناش اوامر بكده، احنا نسمع ونشوف وبس. اخدوا مننا كل حاجه. قال الحمد لله ما خدتش حاجه خالص. ما خدتش حاجه خالص. انا اصلي اتولدت زي الزرع الشيطاني اللي بيطلع على شفط الترعه. حتى كمان انا عايش شيطاني. هو احنا عايشين ولا لنا حتى قيمة؟ ايوة يا صاحبي، احنا مش عايشين، احنا متنا. متنا من زمان، من اول ايام محمد علي. المصريين طفشوا وسابوا الارض. الارض اللي كانت اعز من الولد وولد الولد هجروها وطفشوا لبلاد تانية. انا عمري ما كان عندي ارض ولا حتى متر في متر عشان ادفن فيه لما اموت. انا عايش على الصدقة، واما اموت هدفن في مدافن الصدقه. الناس هربت، كلنا هربنا. من ايه؟ من مين؟ من النار اللي ولعت في البوصه اللي كان متاوينا. من النار اللي ولعت في البلد كلها وحرقت ناسها، طردت ناسها، خلت اللي يجري يشتري قهوه، واللي تعمل رقاصه، واللي يلف في الشوارع ويشحت، واللي هربان من الباشا من اللي بيعمله في الناس، واللي ماسك طبله ولا عود بيشتكي من النار اللي جواه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. صدق الله العظيم. هذه الآيات الكريمة في مفتتح سورة النساء تتحدث عن موضوع خطير يثير جدلا كبيرا، وهو موضوع تعدد الزوجات. حد يقول لي أمال ليه ربنا سبحانه وتعالى أباح تعدد الزوجات في القرآن الكريم؟ فأقول له إن إباحة التعدد في القرآن الكريم مقيدة بشروط من الصعب تحقيقها، وكأنها نهي عن التعدد. وانظروا إلى قوله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. ذكر التعدد هنا جاء في سياق الحديث عن اليتامى وعدم جواز أكل أموالهن ولو بالزواج. يعني إيه؟ يعني لو شعرتم إن جوازكم من واحدة يتيمة سيؤدي إلى أكل مالها فعندكم ما حلل الله لكم من غير اليتامى حتى أربعة. ولكن إذا خفتم ألا تعدلوا فواحدة. طيب يا مولانا، يعني لو الظن، مجرد الظن، دخل في قلب الإنسان إن هو مش هيقدر يعدل بين زوجاته الأربعة، يعمل إيه؟ يبعد عن الموضوع ده. دخل في نفسه شك أو ظن أو توهم حتى إنه مش هيقدر يعدل، يبعد عن الموضوع ده. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإثم ما حاك في الصدر. دخل في نفسك شك، يعني انتهت طمأنينتك للي بتعمله، والإيمان طمأنينة. يعني مفيش مؤمن قلق؟ لا طبعا. تقلق ازاي وانت متوكل على الله؟ إذا اطمأن قلبك بالإيمان انتهى القلق. بارك الله فيك يا مولانا. نرجع لموضوعنا، وهو موضوع تعدد الزوجات. يقول عز من قائل: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ليه؟ ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني ذلك أقرب من عدم الجور وعدم الظلم. ويقول الله أيضا في آية أخرى من سورة النساء: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وبعضهم بيقول يا مولانا إن ده بيعني ميل القلب. هذا صحيح. كان الرسول عليه الصلاة والسلام في أواخر أيامه يميل إلى عائشة دون أن يخصها بشيء دونهن، وكان دائما ما يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. نشوفك تاني يا خالي. ابعت يا اللي بتبعت. يعني ما جيتش ولا كلام الليل مدهون بزبدة يطلع عليه النهار يسيح؟ لا أبدا، أنا عمر كلامي ما يسيح، أنا بس اللي سايح ودايب. أصل يعني الجماعة كانوا في السجن. وادي يا سلامة. ولا أمرني يا سي منصور. مجري يلا اجري هات عرقسوس للست. أحلى عرقسوس توزيع. لا أنا مش عايزة، أنا بس كنت معدية قلت عاتب. حاكم الراجل يتربط من كلمته؟ واني مربوط من رقبتي، بس يعني الجماعة اللي كانوا في السجن دول هم اللي عطلوني.
وهو اللي بيخش السجن بيخرج، ده بينتهي خالص. خرجوا خرجوا زي ما قلبي كده هيخرج من صدري، ورجعوا البيت امبارح. يبقى حظهم حلو. حكيم، انا سمعت ان السجن ده جب الداخل فيه مفقود والخارج منه مولود. احلى عرقسوس يا ست الستات. نجرب. خش شوف شغلك. يا التوزيع. خش بلا. ها، هتيجي امتى؟ بكره. هاجي بكره وهجيب اخويا معايا وهبقى اجيب الواد سلام. يبقى نشرب العصير. يحق لهم يا سي محمد يعملوا غاغة ويقولوا بتغير في الشارع، وفرصة بقى لعليش واللي معاه يلسنوا عليك، مادام بتقول ان الواحد يتجوز واحدة بس والشارع قال أربعة. حددها يا غالية، الشارع حددها واشترط لها شروط. ونفرض بقى ان واحد مقتدر وعايز يتجوز تاني. شوفي يا غالية، السعة من صفات الله سبحانه وتعالى، يقول عز من قائل إن الله واسع عليم. ونلاقي إن الإسلام وضع هذه السعة في الزواج بأن أباح تعدد الزوجات، ولكن بشروط محددة. إذا كان مثلا الزوج قادر على إنه يصرف عليهم، أو إذا كان الزوج قادر على أن يعدل بينهن، أو إذا كان الزوج زوجته مريضة ومحتاج واحدة أخرى تساعدها هي وتساعده، أو إذا كانت مثلاً مراته ما بتخلفش. ونعرف منين إن عدم الخلفة منها مش منه يا شيخ محمد؟ الزواج من الزوجة التانية يحدد ده. أنت عايز تتجوز عليا تاني يا شيخ محمد؟ طب روح روح اتجوز، أنا مش ماسكة فيك. لا إله إلا الله يا غالية، أنا بتكلم في قضية عامة، إنما بالنسبة لي أنا وإنتي فأنا راضي بحياتنا كده، سواء يا ستي كنت أنا السبب أو إنتي. بقول يا جوز يعني تكون عايز تعرف. أنا يا حبيبتي كل اللي أنا عارفه إن ربنا سبحانه وتعالى اختارنا البعض، وإحنا البعض إن شاء الله، سواء فيه عيال أو مفيش. نفسي في حتة عيل يا شيخ محمد. القضية الثالثة بقى اللي انت اتكلمتي فيها. قضية؟ قضية ايه؟ اللي عمله الشيخ عليش واللي زيه لما سمعوا رأيي في تعدد الزوجات. الناس دول اصلهم ضد اي اصلاح اجتماعي، حيموتوا كده ويخلوا البلد متخلفة. طب ومصلحتهم في كده ايه؟ مصلحتهم انهم يقعدوا زي ما هم قاعدين، علماء واكابر. إنما بقى لو الجديد ابتدى حينتهوا هم، حينتهي فكرهم ويخلص الهيلمان اللي هم عاملينه حواليهم، يعني حيخلص تسلطهم ويخلصوا. هو أنت مش كنت عملت قعدة محاورة مع أديب تاني في بيت مظهر باشا جعفر في طنطا؟ حصل يا معلم دسوقي. طب يا أخويا ما تعملها لنا هنا؟ بس دي هتكلفك جنيه له وجنيه لي. يا سيدي أدفع. ولا يا سيد. أنا عم تسوقي. دور على النادي يلف في المحروسة يقول إن سناديب هيعمل قعدة محاورة مع أديب هنا هو في القهوة يوم الخميس الجاي. عمل إيه ضابط المحروسة في المخبرين اللي ضربوا محمد؟ قال لهم ما تضربوهوش تاني، وقال لمحمد كفاية إنك مكلف الأمن، ما هي اتنين بيراقبوه. أول كلام يا حمد الله ثم الصلاة على الهادي. ماذا تريد يا عبد الله قدام الدسوقي واسيادي؟ انا اريد حمد ربي بعد الصلاة على المختار، وان كنت تطمع في ادبي اسمعك احسن اشعار. دعنا من الادب المشهور وادخل بنا في الدعكة، ندخل على اسيادنا بسرور ونغنم الخير والبركة. هيا احتكم في البحر وشوف فن النديم ولا فنك، دلوقتي تسمع يا متحوف احسن ادب وحياد دقنك. انت صغار لسه نونو وفي الزجل مش مجدع، اتبع نديم تلقى فنونه تأتيك من المعنى الابدع.
معنى كده بقى يا شيخ محمد ان الاثنين المخبرين دول هيفضلوا ماشيين وراك. ده عاوز كمان يغرمني اجرتهم. وبعدين يا شيخ محمد، وبعدين مين اللي يضمن انهم ما يأذوكش تاني؟ الضامن هو الله. وبعدين اذا كان على جري الجماعه دول ورايا فده ملوش اي قيمه. ونعم بالله. بص يا شيخ محمد، تلامذتك لازم يعرفوا باللي حصل ده. عارفين. طب ما يعدوا عليك ياخدوك معاهم وتخرجوا سوا. يا غالية انا ما اقدرش اقول الكلام ده لحد. دول اتنين يا شيخ محمد، اتنين وانت لوحدك، وكمان ضابط المحروسة مشجعهم. انا عمري ما كنت لوحدي ابدا يا غالية، وعمري ما خفت الا من اللي خلقني. ونعم بالله. بس الحذر واجب برضو. واللي اوجب منه الاستعانة بالدعاء لله سبحانه وتعالى، فهو الله رب العالمين، هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الله الذي لا إله إلا هو العفو الغفور، هو الله الذي لا إله إلا هو العلي العظيم، هو الله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عارفين عارفين احنا حكومة، احنا حكومة، احنا حكومة، احنا حكومة. قرأتم التقارير المكتوبة في حق الشيخ محمد عبده؟ قرينا. وهل فيها خروج على الدين؟ احنا قدام مدرسة قديمة بيمثلها أصحاب الشكاوى، ومدرسة جديدة صاحبها مجتهد. باب الاجتهاد مقفول بالضبة والمفتاح من قرون، يعني مقفول قفلا تاما. والقفل ده مين اللي عمله؟ الحكمة. وإيه الحكمة في إنك تعطل العقول فلا تتفكر في آيات الله سبحانه؟ وإيه الحكمة في أن يفسر المجدد بتحكم قوله سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما فيقول إنها دستور. وهي كذلك. من فضلك أنا لم أكمل كلامي بعد. إنه يقول إنها دستور عام وليس دستورا خاصا بالوصي أو ولي الأمر، يعني المال وإن كان مملوكا لزيد أو لعمر فهو مملوك للدولة، والجماعة مسؤولة عن هذه الأموال، يعني الأمر عام على الولي ألا يعين رئيسا للمالية يبدد الأموال. ده كلام المجدد بتحكم. ورأيه صواب بل خطأ. هو رأي مغموس بسياسة، طعن وقذف في حق إسماعيل صديق باشا والخديوي إسماعيل. مالكم سكت ليه؟ إذا انطبق القول على الحال أوجب تدبر من أشار إليه الكلام. بل هو حض على الفتنة وإشعال لها، وعمل على إثارة الناس ضد الوالي خليفة الله في الأرض، يعني خروج على الجماعة وعلى الوالي وعلى الشرع. نؤجل الاجتماع لمدة أسبوع. ولماذا يا شيخ؟ عشان راسي وجعتني. طب ما تذبحه وتريحنا منه. القرآن الكريم أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا للوالي وللناس، فما تفسروش وتقولوا دي علشان دي ودا عشان ده عشان ما تزعلوش الخديوي. بل الأصح أن نقول ما تجددوش. لمصلحة مين؟ انفضت الجلسة لاختلاف الأعضاء. وانت هتفضل قاعد كده مالكش اي لازمه؟ يقولك روح تروح، تعالى تيجي على طول.
وانا بقى هو انا كده بقى؟ وبعدين يصح برضه يعني تقولي لجوز الكلام كده يعني؟ طب ما تقول له لا. هو يرجعني البلد تاني ليه؟ هي مش الوكالة دي بتاعتك انت وهو؟ لا 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 بتاعتي ولا بتاعته، دي بتاعت مراته، وهو شغال عند مراته وانا شغال عنده، ويعني احنا الاثنين كده ملناش حاجه خالص. بس هو بقى معاه فلوس كتير. يعني بقى فكري بيسرقها بقى ولا ايه يعني؟ بيعمل حساب للزمن عشان مراته ما ترميهوش بره في اي وقت. هو الواد فكري كده بقى مفتح وواعي من يومه. وانت بقى مغمض لمين؟ اعمل زي ما اخوك بيعمل. اسرق؟ قال لي ده اخوه. اروح النار. وعايزه يعني هو يروح النار لوحده؟ ما تروح معاه عشان تونسوا بعض. نهار زي بعضه يعني؟ انا ابقى حرامي؟ لا، نفضل احنا بقى تحت درسهم طول العمر، نفضل صغيرين وهم يكبروا. لا 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 يا حبا، انا ما اقدرش اسرق. ليه؟ هو انا كده ابويا وامي قالوا لي كده، واللي بيسرق بيروح النار. علموك الخيبه. مال سايب في ايدك انت واخوك، واخوك عمال يلهط منه، ما تلهف انت كمان. اسرق؟ اسرق عشان رحاب، ولا يعني انت عايز نورة تبقى احسن مني؟ هتعمل ايه؟ بس ازاي يعني؟ مالكش دعوة ازاي، انا هعلمك، بس تسمع كلامي وتنفذه بالظبط. يا جماعة اعملوا حاجة، نسوني اللي احنا فيه. في واحد شد نوبار باشا رئيس الوزراء من شنبه، واحد تاني اسمه الملحي خلى مجلس الشورى كله يصرخ، واحد كمان اسمه لطيف بيك سليم ضرب وزير المالية الإنجليزي في الشارع هو وضباط الجيش. ضباط جيش؟ الضباط اتخلعوا عشان وزير مالية عايز يقلل مصاريف، أم طرد ضباط ضربوا. طب وإيه الحل حليم باشا؟ حل بسيط، نورة غني، فاطمة أرقص، وأنتي يلا فرفشة، أنا حطاق من جنبي. أرقص فاطمة فندي. I'm
اسمحوا لي في البداية أعرفكم ببعض. الشيخ محمد عبده حسون النواوي زميلك في الألسن، حسين المرصفي مدرس بدار العلوم، ابننا علي الطهطاوي. أهلا وسهلا. على فكرة يا شيخ رفاعة إحنا أصحاب من زمان. إلا قولي يا شيخ محمد، إيه اللي بيجرى في الأزهر اليومين دول؟ أصحاب المنهج القديم بيكلولي الاتهامات وبيقدموا العرايز للإدارة وللأزهر، بيتهموني إني ضد الدين وضد ولي الأمر. وإيه هو بقى الدين في رأيهم؟ الجمود وعدم التجديد بعيد عنك. لا 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 يا شيخ محمد، دي غيرة. الناس غيرانة منك. انت شفت جرنان التجارة بتاع اسكندرية كاتب ايه عنك؟ بيلخص لك مقال انت كاتب فيه عن مجلس من مجالس جمال الدين الافغاني. بيقول يا سيدي الجرنان، على قد ما افتكر يعني، من حضرة مظهر الجمال والكمال ومطلع بدر العزة والكمال الأستاذ الفاضل الشيخ محمد عبده مدرس علم الكلام الأعلى بالجامع الأزهر. شفت؟ ما شاء الله ما شاء الله. وعايزهم بعد ده كله ما يفصلوكش يا شيخ محمد. ما بلاش النظرة الضيقة دي يا علي، هي مصر ولا الأزهر ما فيهمش 100 ولا 200 كاتب حكيم ومتميز؟ ما تضيقهاش كده، دول بيصغروها. الصغير بس هو اللي بيعمل كده، انما الكبير اللي من بلد كبير يهمه ان يكون وراه صفوف من الكبار يخلوا البلد تتقدم. ايوه يا شيخ رفاعه، بس هنعمل ايه معاهم؟ الظروف كلها ضدنا يا اخوانا. اهي حكومه نبار مشيت، ونبار نفسه سافر لاوروبا، وجت حكومه توفيق باشا. بس الغريبه يا اخي انت هو ان الاثنين الوزراء الاجانب هم اللي ما تغيروش زي ما هم. مش توفيق كان بيحضر مجالس جمال الدين الافغاني يا شيخ محمد؟ ايوه يا شيخ رفاعه كان بيحضر، وكان دايما يقول له انت موضع امل مصر يا سيد جمال. توفيق باشا ابن اسماعيل باشا ورئيس الوزراء غير توفيق اللي كان بيقعد في مجلس جمال الدين. طب ليه؟ لان الاجانب بيطالبوا ان اسماعيل يمشي، واسماعيل عاوز اذا مشي يقعد ابنه توفيق مكانه، يعني الملك مرهون برضا الاجانب. وده يخلينا نقول ان قدامنا ايام صعبه. على اي حال يا شيخ رفاعه، انا لسه ما كملتش 35. ومعناته ايه الكلام ده يا شيخ محمد؟ معناته اني قاعد على قلبهم كتير ان شاء الله. وادي هو تفسير يقصد به قائله تشبيه إرم ذات العماد ببلدنا. مش بس كده، بيطعن في أفندينا، وبالتالي بيتنبأ بأن الصيحة ستأخذ البلد والخديوي معا وتنسفهما نسفا. يا خفي الألطاف نجينا مما نخاف. 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 احنا طبعا هنسلم هذه لمعية أفندينا المعظم، وده طبعا للتصرف. يا خفي الألطاف نجينا مما نخاف. 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 اقول لك ايه يا عبد العاطي؟ ايوه يا مولانا. ما تيجي تشتغل عندي في الجورنال الجديد. وعبد العاطي له ايه بقى في شغلانه الجورنالجيه غير ان هو يشيل الجرايد ويوزعها؟ اشتغل اني اشتغل والمخبرين يجروا ورايا تاني؟ يا سيدي تعمل حاجه تفيد الناس يا مولانا، ده اساسه دجال. لا من فضلك، اني بياع وهم.
هيبقى بيع الوهم للناس. حكم اصلي في ناس تدفع عمرها كله عشان حد يقول لها ان الحلم اللي هم بيحلموه هيتحقق. انا مش عاوزك تنام في جامع ولا في الشارع ولا تعيش كده زي الشحاتين يا عبد العاطي. يا سلام، يعني انت مولانا عايز يبقى من الاكاب. طيب تيجي ازاي دي بقى؟ انا عمري ما فكرت اشتغل، بس كلام شي عبد الله النديم طعمه حلو. قال لي يا عبد العاطي اعمل حاجه تفيد الناس. هشتغل ان شاء الله، المخبرين يضربوني بالشلوت. وده يا ابراهيم امي ولا فز، شوفوا بيقول ايه. حاضر يا شيخ. ليش هي العرايس هتفيد يا مولانا؟ فادت يا اخويا فادت. اللجنه منقسمه، مش عارفين يفصلوه ولا يخلوه، والاداره طالبه رد عاجل بمنتهى السرعه. اتحرك يا باجا. سامعا وطاعه يا شيخنا الفاضل. الخرافه خلت ناس كتير تعتقد ان للجن قدرة على الالتباس بالأشخاص، وتعتقد إن الجن عنده القدرة على إنه يفيد أو يضر، وده اللي خلى مثلاً حاجة زي الزار تنتشر بين العامة. والزار بدعة قائمة على وهم غلط. وما تفسير فضيلتكم لقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس؟ إن الذين فتنهم المال واستعبدهم وفاضت نفوسهم بحبه وجعلوه مقصودا لذاته أخرجهم حب المال عن طبيعة الاعتدال. حليم فاشا حزين زعلان، هيتجني من الزعل لو ورا افندي بيكسر في كل حاجه، عايز يمسك اي واحد يذبحه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وليه بس كده يا اغا؟ حليم فاشا كان ولي العهد، كان هيحكم ملك ابوه، لكن اسماعيل فاشا اشترى فرمان لتوفيق. حليم فاشا حاول يرجع ويخلع الفرمان لكن ما قدرش. ده حركة بايخة قوي، تحش الوسط. يلا يلا تعالوا فرفشوا، نسونا ورا افندي. طب واذا طاح فينا وقتلنا وهو في حالته دي، دمنا هيروح هدر يا ست. يلا يلا استعدوا، دقفوا جنب حليم باشا. يلا استعدوا. هنستعد ان شاء الله، هنستعد، هنتشاهد ونقرا الفاتحة على روحنا. بقول لك ايه يا اغا، انا ليا راجل وبحترمه، يعني لازم استاذنه، لا يغضب عليا يرميني ويطلقني. وعلى يهمك، انت طلقك الباشا يشتري لك جوز غيره، الباشا كريم معاكي. طب ده انا الدنيا كلها ما تسويش دفر جوزي. انا خايف. خايف؟ خايف من ايه؟ ما تخافش، العمر واحد والرب واحد. خايف من ايه ولا تهلفوت؟ خايف لا تموت موت، هتستريح من العيشه اللي ملهاش لازمه اللي انت عايشها دي. يلا 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 قوموا استعدوا، مفيش وقت. يلا 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 استعدوا، فرقه فرقه استعدوا، لورا باشا استعدوا، انا هبلغ حليم باشا. والله العظيم ثلاثه، انا ما انا فاهم حاجه. انا فاهمكم، في واحد اسمه جمال الدين الافغاني، ده عمل حزب اسمه الحزب الوطني الحر، ومعاه ناس راحوا لوكيل دولة فرنسا، قالوا إنهم بيطالبوا بخلع إسماعيل عشان يتم الإصلاح على إيد توفيق باشا، وكان توفيق باشا قعد معاهم كام مرة. طب وحليم باشا؟ اتجاهلوه، وبكده يبقى الحزب بيطالب بخلعه هو كمان. والله العظيم حد قال أي حاجة. نعم؟ قال لك ايه هيسوي؟ ما حدش قال يعني انهم رايحين رايحين لوكيل فرنسا. هو انت من الحزب الوطني الحر؟ انا و
وعبد الله النديم وعم عبد العاطي و بقى انت واللي زيك عاوزين تخلعوا الباشا. ما هو قالك ما كانش يعرف. بتضرب واحد من ركالتي ليه؟ اطلع برا، امشي امشي امشي، امشي برا، اطلع يا عيسو يا عشان اخرج يا عيسو اخرج. امشي. من اللي خلعوا الباشا؟ معقول واحد وطني يدخل قصر حليم باشا؟ حليم باشا لو عرف كان يقتله. ما تعرفوش عشان خاطري، عشان ما زعلش منك. احنا عايزين دلوقتي حليم باشا. فين حليم باشا؟ هات لنا دلوقتي حليم باشا. حليم باشا قادم قادم. حليم باشا وصل. حليم باشا فهمينا. انا زعلان، زعلان قوي. عايز اشوف نوره هانم هتعمل ايه بقى. هنغني وهنرقص، هنفرفشك يا باشا. ودق يا مزيكا. الشيء بتاعك يا ابو محمد. الله يكرمك. يا ابو عاطي تعال. فين عبد الله النديم؟ بتسأل عليه ليه؟ ازاي يروح لوكيل فرنسا؟ ازاي ويطلب منه انه يشيل اسماعيل باشا من غير ما ياخدني معاه ولا حتى ياخد رأيي؟ ياخدك معاه فين؟ طب ما هي مصر كلها معاه، ياخد مصر بقى كلها معاه. على العموم يا سيدي، اسماعيل اتعزل وجه بداله توفيق. امتى الكلام ده؟ من النهارده، 26 من شهر يونيو سنة 1879، ودي أول انتصار للحزب والجمال الديني الأفغاني. فين جمال الدين الأفغاني؟ أنت السيد جمال الدين؟ أنا جمال الدين. الخديوي توفيق باشا أمر بإبعادك عن مصر. عجيبة، ده كان بيعتبرني أمن مصر. نفذ الأمر بدل ما اتخذ إجراءات تانية. حاضر، هنفذ الأمر. حبيبي عن مصر. شيخ محمد عبد الحسن خير الله؟ أيوه. الخديوي أنعم عليك بالفصل من جميع وظائفك ونفيك خارج القاهرة. أنت بلدك إيه؟ محلة نصر. تقعد في محلة نصر وما تغادرهاش، وإلا ستتخذ إجراءات أخرى ضدك، فاهم؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا ابو. الحمد لله على السلامة، نورت الدنيا، نورت يا غالية. تعال. الله يسلمك. اه حبيبي تعال. ألف الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. يا حاجة. النور ذي. الخير، مالك؟ طردوني يا ابا. فصلوني وطردوني من المحروسة. محدش اتطرد من المحروسة غيري. ومالك؟ أني مبسوط، أني فرحان قوي. مبسوط وفرحان قوي كمان يا ابو عبده؟ إلا مبسوط وفرحان. ابناني الوحيد في مصر كلها اللي راسه براس الخديوي. ابناني اللي الخديوي بعده عشان خاف منه. هو أنت شلت السلاح الخديوي يا محمد؟ أنا سلاحي هنا يا أمو. علمي وتفكيري هو سلاحي اللي واقف ضده. وده كفاية. ده كفاية عشان ترعب به الخديوي. امال خديوي يروح وخديوي يجي، وابناني هو اللي بقى بعلمه وفكره. وانا طول عمري اقول شيخ محمد جايب صلبة الرأي منين يا ابو عبده؟ معقولة يا محمد تقف كده ضد الخديوي حتة واحدة؟ يا لهوي بالي يا ولاد. انا فاهم المحروسة وحرم عليه يخرج برا محلة نصر. امال انا ابني
سلاحه الورقة والقلم والكتابة، ولا فيش قوة في الدنيا تقدر تقصف له قلم.